والآن مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف السيد ناصر أحمد العبدولي، مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. في البداية مبروكين سيد ناصر على حصولكم على هذا التصنيف المتميز، والسؤال هو كيف كان الطريق للوصول إلى هذه النقطة والحصول على الستة نجوم؟ كيف تم العمل خلال المرحلة الماضية لتحقيق هذا الإنجاز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية نهني حكومة دولة الإمارات وقيادة الرشيدة استمرار هذا التميز، على الرغم من الظروف اللي تمر بها كافة دول العالم، لأن دولة الإمارات أثبتت جدارة وتميز من خلال ضمان استمرار أعمالها. وأن من أهم ما يمكن ذكره في هذه المناسبة أن الجائحة لم تثني من كفاءة ممارسة الهيئة الأنشطة وتقديم مختلف خدماتها، بل على العكس خلت الهيئة تحقق خطوات متسارعة في ظل خطط الهيئة الاستباقية الداعمة لتعزيز مرونة ممارسة الأعمال وتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين وفق معايير الجودة والتميز. على الرغم من عملية التقييم استمرت عن بعد من خلال التقنيات، وهذا الأمر كذلك ساهم بشكل كبير في مساعدة فرق العمل على مواصلة الجهود التي أدت لتحقيق تلك النتائج. نحن في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قمنا بتطوير استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات، وطورنا بنية تحتية متعلقة بتقديم خدمات استباقية ورائدة على مدار الساعة. بنينا 50 مشروع خلال 3 سنوات السابقة من بعد التقييم السابق. كانت الهيئة أفضل جهة في مجال تصنيف المراكز وأفضل جهة في مجال تقديم الخدمات في الدورة السابقة. اشتغلنا على 50 مشروع خلال الفترة السابقة، وكان من أبرز المشاريع ونمذجة مراكز سعادة المتعاملين بما يتوافق مع طلبات نظام النجوم العالمي. كذلك نمذجة قنوات تقديم الخدمة الإلكترونية بالإضافة لمبادرة تأهيل وتطوير مدراء مراكز سعادة المتعاملين. وكذلك بنينا استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي لخدمات وعمليات الهيئة، وكل هذه المبادرات طبعا ساهمت في حصول الهيئة على أعلى تصنيف على مستوى الدولة، 6 نجوم وخمس مراكز، وست مراكز كذلك حصلت على 5 نجوم، وكان في نسبة زيادة في الإنجاز بنسبة 35% عن الدورة السابقة. وهذا كله طبعا ما بتحقق إلا بدعم وتوجيه مجلس الإدارة الموقر والمتابعة الحديثة من القيادة التنفيذية بالهيئة. نعم، كل التوفيق إن شاء الله خلال المرحلة المقبلة واستمرار التميز. مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية السيد ناصر أحمد العبدولي، شكرا جزيلا لك.